سياح وحجاج من جميع أنحاء العالم حضروا إلى الفاتيكان لحضور مراسم إعلان قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين. وسيرأس القداس البابا فرانسيس بمعية البابا السابق بنديكتوس السادس عشر. وغاصت الشوارع المؤدية إلى ساحة القديس بطرس بملايين الحجاج والسياح، فيما نظم متطوعون من الدفاع المدني والصليب الأحمر السير وأقاموا مستشفيات ميدانية عند أطراف الساحة. هو بمثابة الأب، أنا أعرفه جيدا، جئت قبل 20 عاما إلى روما وكان لي شرف لقائه، والآن عدت إلى هنا من أجله. وفي كراكوف مدينة البابا البولندي يوحنا بولس الثاني نظمت ليلة الأضواء لأولئك الذين تعذر عليهم الذهاب إلى روما. مولي هاميلتون من بيلفاست من إيرلندا الشمالية تقول: لقد كان رجلا عظيما، إنه أسطورة كما تعلمون، إنه يستحق عن جدارة ذلك. لقد جئنا من إيرلندا إلى بولندا لأكون هنا لحظة تقديسه، لأننا لم نتمكن من الذهاب إلى روما. وهذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها حبران أعظمان بإعلان قداسة حبرين راحلين في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.